الحقيقه خلينا اتكلم مع حضراتكم برضو مع في بعض الاخبار السريعه اللي كانت خلال الاسبوع ده. حضراتكم عارفين ان يوم الجمعه اللي فات تم الكشف عن قائمه المرشحين طبعا للجائزه الذهبيه السنه دي، اكيد اللي كان من ضمنها طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح. حضراتكم عارفين يمكن البالندور من اهم الجوائز على مستوى كره القدم في العالم، كل الانظار وكل اللاعبين بينظروا لهذه الجائزه، وهو جائزه البالندور اللي يمكن كانت السنه اللي فاتت ما كانتش موجوده بسبب طبعا فيروس كورونا، ومرشحين كتيره جدا. يمكن القائمه الاولى كانت 30 لاعب مرشحين للحصول على هذه الجائزه، من ضمنهم نجمنا الكبير محمد صلاح. حضراتكم عارفين يمكن بعض الناس والترشيحات السنه دي صعبه جدا، يعني في تقارب في المستويات بشكل كبير جدا جدا. انا على المستوى الشخصي وكل المصريين اعتقد ان من العدل ان يكون محمد صلاح هو بطل هذه النسخه من طبعا البالندور، لان محمد صلاح بيؤدي مستويات اكثر من رائعه مقارنه بميسي. طبعا ميسي حضراتكم الحاصل على 6 جوائز من البالندور، هل ميسي هيحصل عليها ويبقى الجائزه السابعه بالنسبه له؟ ده طبعا سؤال كبير جدا. رونالدو كمان على مستوى الترشيحات مرشح بقوه للحصول على هذه النسخه، لكن زي ما بقول لحضراتكم أنا وكل المصريين ويمكن كل العرب والأفارقة وبعض وكثير من المحللين الرياضيين في العالم بيقول حاليا هو محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم. هنشوف طبعا لسه الشورت ليست هتنزل ونشوف إن شاء الله بإذن الله يتوج نجمنا الكبير محمد صلاح بهذه الجائزة.